هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين في البرد ده. انا لسه تخيلوا راجعة دلوقتي حالا تقريبا من الساعة خمسة المغرب، وانا في الشارع كنت راحة اكتوبر، كان عندي مشوار في مدينة الانتاج الاعلامي ولسه راجعة. تخيلوا بقى الصقيع اللي احنا فيه بره دلوقتي. المهم انا النهاردة سالفة علبة السجاير دي من واحدة صاحبتي، علشان انا عايزة اتكلم عن موضوع مهم جدا. موضوع السيجارة دي، يعني مثلا انا جايباها مثال. هاتي يا رب. عايز اعرف هي فيها ايه مغري قوي، او فيها ايه حلو جدا يخلي الناس هتموت عليها. اللي خلاني اتكلم النهاردة عن السجاير ان انا اعرف حد من صحابي من يومين كده او من 3 ايام في عز الصقيع اللي احنا فيه ده، رجع البيت بعد ما غير وخلاص يعني بستعد للنوم، اكتشف ان هو مش سجاير. في عز التلج قرر ان هو يلبس ويغير هدومه وينزل يلف في الشوارع في اجواء التجمع الخامس. ملقاش حد فاتح تقريبا، او ملقاش سجاير نوع سجاير اللي هو عايزها، فانطلق من التجمع الخامس للمعادي علشان يجيب السجاير اللي هو بيحبها. المهم لما رجع البيت بعد تقريبا الساعة 4 الفجر مسك السيجارة كده وقال لي، حكى لي بالظبط، قال لي ان هو مسكت السيجارة كده وقعدت اقولها يعني انتي تدوخيني وراكي وتخليني الف كل اللف ده عشان اجيبك ليه؟ يعني ليه انتي اقوى مني؟ وقال لي، وقلت لها تصدقي ان النهارده هيكون اخر لقاء ما بيني وما بينك، فاحنا كلنا عايزين نشجع زميلنا محمد اللي قرر ان هو يعني يتخلى عن السجاير، وان هو تكون اخر لقاء ما بينه وما بينهم. انا بقى كرشا اللي انا مش قادره اتخيله ايه المغري فعلا في الشيء القميء ده، يعني مش قادره افهم يعني ايه الحلو اللي بيذل مثلا رجاله بشنبات وستات ان هم يجروا يلفوا وراه كده ويروحوا لحد الكشك او لحد المكان ويشتروه. مش قادره افهم بجد يا جماعه، مش قادره افهم. الحاجه الثانيه ان في ناس معتقده ان هم عمرهم ما يقدروا ان هم يتخلوا عنها او ان هم ينتصروا عليها. لا يا جماعه، بالاراده، ولو احنا حطينا الموضوع في دماغنا لا هنعرف ننتصر عن السجاير، لان هي مش قويه قوي، لا احنا اقوى طبعا اكيد. الحاجه الثالثه اصدقاء السوق، يعني انا اعرف ناس بيقعدوا يقولوا لاصحابهم ايه يا عم ما تسترجل وتشرب سجاير، انت يا كوكي يا انت دلوع قوي، رمض، انت دلوع جدا، يعني ايه مش عايز تشرب سجاير وتدخن معانا. اوعى او اوعي تسمعي الاصدقاء السوء اللي ممكن يعتقدوا ان هم يعني بيشجعوك وكده وعادي عشان نبقى شله كلنا في بعضينا. لا، يعني لما حد يقولك كده قوله شكرا، انا الحمد لله راضي بنفسي، وانا احب ان انا اكون دلوع جدا، يعني انا مش بتاع سجاير ومش مش عايز ابقى استرجل. يعني لو الرجوله دي بالسيجاره دي فلا انا مش عايز استرجل. اخر حاجه عايزه اقولها ان انا اعرف ناس كتير جدا يا جماعه، ستات ورجاله، قرروا ان هم يبطلوا السجاير وتحدوا البتاع دي. يعني لا شيء على فكره، انا بالنسبه لي ده شيء مقرف قميء، اتحدوها وقدروا ينتصروا عليها. فعلشان كده اي حد فيكو فعلا هيقدر ان هو يتغلب عليها. يعني وانا مش بقول ان انت عشان تبطل الموضوع لحظي، لا خالص، على فكره انا مقتنعه 100% ان هو هياخد وقت، مش وقت يعني بسهوله، لا الموضوع ممكن يكون صعب والطريق طويل جدا، بس لازم تبتدي. ما هو انت مش هتبطل لما تبتدي او تاخد القرار ان انا قررت ان انا بطل. علشان كده لازم اول حاجه تقرروا تبقى عندكم ايمان. الناس اللي هي المدخنه الهيفي سموكر لازم يكون عندهم ايمان وبشده ان هم يقدروا يتغلبوا على البتاعه دي وان هم اقوى منها. تاني حاجه ان احنا نبدا. تالت حاجه لازم يكون عندنا خطه، يعني لو في دكتور ينفع ان احنا نستشيره. لو عندنا ناس يعني هم كارهين الموضوع ده نقول لهم ان احنا قررنا ان احنا نبطل وعايزينكم ان انتم تشجعونا ان احنا نتغلب عن الزفته دي. ايه تاني انا عايزه اقوله؟ الرياضه يا جماعه، الرياضه حاجه مهمه قوي، لان الرياضه ان احنا نشغل نفسنا بالرياضه، ان احنا نضيع الاسترس والتوتر، دي حاجه برده مهمه جدا لازم ان احنا نعملها. علشان كده انا كرشا مراد قررت ان انا اعمل حمله مع نفسي، اللي هي حمله انت اقوى من السيجاره او انت اقوى من النيكوتين والتبغ، ولازم تبدا عشان تقدر تكمل. وعلشان كده انا عايزه منكم ان انتوا كلكم تعملوا هاشتاج اسمه انت اقوى من السيجاره،
علشان ينتشر، علشان انا فعلا بكره البتاع دي قوي، وبحس ان انت بتأذي نفسك كأنك انت بالظبط. اكيد كلنا بنخاف على صحتنا وبنخاف على نفسنا من الموت وبنخاف من الامراض. ده الواحد لو جاله دور برد كده بيبقى خايف في عز التلج اللي احنا فيه ده، بتبقى خايف على نفسك وعمال تحمي نفسك من ان انت يجيلك دور برد بكل حاجه. فما ينفعش تروح للاذى بايديك، ما ينفعش ان انت تحضن بين صوابعك يعني اداه انتحارك. انا شايفاها ان دي تعتبر اداه انتحار يا جماعه. شايفين الغريبه برضو هي فين العلبه؟ ثانيه واحده. الغريبه بقى ان الناس عيني بتاعت السجاير تعبوا، يعني عملوا كل اللي قدروا عليه بجد عشان يعقدوا الناس اللي هي المدخنه. يعني بص صور ميتين وحطوا، صور قذره زي دي برضو وحطوا، صراصير حطوا، واحنا برضو مكملين. يعني على قد يعني هما بيبيعوا السم بس في نفس الوقت بيحذرونا، فهما مش لازم يكونوا اذكى مننا، لان هما في الاخر او بالنسبه لهم موضوع ريفينيو، يعني مش عارفه ريفينيو يعني ارباح. بس هم برضو عشان يعني يريحوا ضميرهم بيقولوا لك بص دي مؤذية للصحة وبتسبب سرطان الفم وسرطان رئة وجلطات وكل حاجة، فاحنا هم بيحاولوا يكونوا أذكى يعني مننا، فاحنا لازم نكون أذكياء ونبقى عارفين ان دي سم قاتل وان دي أداة انتحار بالبطيء ولازم نتغلب عليها. وعلشان كده للمرة التانية انا نفسي ان احنا نرفع شعار لا للنيكوتين ولا للسيجارة، وانت اقوى من السيجارة. لو احنا لو هو تحدي فلازم تكون انت قد التحدي، ولازم تكون قوي قوي بجد ان انت تقدر يعني تستحمل الصعوبات اللي هتقابلك او هتقابلك يعني وانت بتحاولي تبطلي. فيا جماعه احنا اقوى، ودي حاجه ايجابيه عايزين نبتديها. ولو كل واحد ابتدى بنفسه وشجع صحابه كمان اللي بيدخنوا، يعني زي ما احنا بنشجع بعض على السوق، يا ريت نحاول ببطء جدا ان احنا نشجع بعض على الحاجه الكويسه، ان احنا نبتدي نفكر ان يعني نفكر بعض بالايجابيات. يعني نقول لا يا جماعه ايه رايكم بطل كلنا مع بعض، والله صدقوني هتفرق كتير جدا. وانا هستنى من الناس اللي بتتابعني دلوقتي والناس الاونلاين ان كل واحد يحكي لي قصته، لو ان في ناس بطلت الزفته دي وقدرت ان هي تتغلب عليها، ولو في ناس ضعيفه انا هسميهم ناس ضعيفه للاسف والموضوع صعب بالنسبه لهم، يا ريت يعرفوني او يا ريت يحكوا ايه الصعوبات، بحيث ان احنا لو عندنا ناس جربوا الموضوع دوت وفعلا قدروا ان هم يتغلبوا عليه يدولهم ادفايسز او نصايح. يعني اخر حاجه بس برضو كنت عايزه اتكلم فيها عشان انا حصل معايا موقف ملوش علاقه بالسجاير خالص، بس يا جماعه بلاش نشتغل الناس اللي بتصدقنا. يعني ايه؟ يعني يا ريت نثق الناس اللي بتثق فينا، يا ريت نكون قد الثقه. يعني لما الناس تحط ثقتها فينا يا ريت نكون قد الثقة دي، عشان انا لسه حصل معايا موقف كده. الموقف ده وجعني قوي من جوايا، عشان انا حد انا وثقت فيه جدا وكنت راحة يعني مشوار كده راحة، وانا فاهمة ان انا حاجة مهمة ببذل مجهود يعني في حاجة فير، بس للأسف اكتشفت الموضوع مش فير خالص. فريت تكونوا قد الثقه، لما حد يديكوا ثقتهم خليكوا فعلا محل الثقه ديت، عشان خاطر ما تجيبوش ما انا مش عارفه اسمها ايه، يعني ما تخلوش حد يعني يحبط منكم يعني. بس وللمره الثانيه برضو بقول ان احنا اقوى من البتاعه دي، ونكمل عشان نغلبها، واحنا قد التحدي ومفيش مستحيل. ولو فشلت مره او اتنين او ثلاثه جرب لحد المره المليار لحد ما تنجح، لان البتاعه دي ممكن تأدي بحياتك. يا جماعه الحياه فيها حاجات كتيره جدا تستاهل ان انت تعيش عشانها، وتستاهل ان انت تكون قوي، يعني تستاهل ان انت تعيش عشانها وعشان تكمل فيها. ويا ريت نخاف على نفسنا ونخاف على صحتنا ونخاف برضو على الناس اللي يعني الناس اللي احنا بنحبها، لان احنا لما بندخن الزفته دي وفي ناس تانية او في اطفال معانا، فاحنا برضو مش بس بنضر نفسنا لا احنا بنضرهم. فيا ريت كلنا نعمل يلا هاشتاج لا انت اقوى من السجاير ولا للنيكوتين. شكرا، رشا مراد، باي. عايزه اقفل البتاع دي.